شاشة العرض، ودي الشاشة اللي بيصمم عليها البرنامج بتاعي او اللي بيترتب عليها البرنامج بتاعي او الشاشة اللي بتظهر لليوزر عندي. الستيج ليها مقاسات، بمجرد ما بحددها واكليك عليها واروح للبروبرتي انسبكتور وابتدي اختار الموفي، ممكن اتحكم في مقاساتها مثلا، كمان ممكن اتحكم في مكان وجودها، كمان ممكن اتحكم في لونها.